ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد عادل. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي كابتن مصطفى، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك، كله كله تمام كويس؟ الحمد لله زي مية. الفل. الحمد لله خليني ابدا معاك على طول. اولا قبل بس ما نتكلم عن مباراه الاهلي والزمالك، خليني ابدا معاك عن او رايك في مباراه الاهلي والترجي والرجاء. مش الترجي، الرجاء. لا لسه الرجاء الترجي بعدين. لا، دايما دايما النادي الاهلي في المواقف الصعبه او عند النهائيات او ما قبل النهائيات لعيبه النادي الاهلي بجهازه الفني بيبقوا عند حسن الظن. طبعا ده اللي معودنا عليه النادي الاهلي دايما، وهو فرحه الجماهير او الحاجه اللي بتفرح جماهير النادي الاهلي، اللي المفروض بيلاقوها بعد المسانده الكبيره من جماهير النادي الاهلي لما يكون بكم الاعداد دوت وبيساندوا الفرقه. دي ابسط حاجه لجماهير النادي الاهلي، طيب. ان لعيبه الاهلي تعملها، ان هم يفرحوهم او يعني يبقوا في خطوه للامام لتحقيق البطوله. اكيد يعني بقى من الناحيه الفنيه، شفت ان المباراه البعض جاي مثلا يقول لك ايه على كولر ان انت ما هاجمتش كتير في هذه المباراه، رايك؟ اكيد لازم الراجل بيلعب بتحفظ، وخصوصا الطريقه اللي بيلعب بيها مستر كولر، ان انا بشوف ان هو بقت لعيبه النادي الاهلي متمرسه عليها بشكل كبير جدا، وهي طريقه 4 3 3، مع ان دي مش الطريقه المعتاده اللي مستر كولر بدا بيها الموسم المهمه مع النادي الاهلي. كان بيلعب 4 2 3 1، لكن مع بعض المهام اللي بياخدها اللعيبه داخل الملعب، وانا بشوف ان من اهمهم في طريقه اللعب دي هو حمدي فتحي، وما بيعمل الزياده العدديه من نص الملعب وبيقدر يكمل وبيضيف لخط هجوم النادي الاهلي، بيبقى اضافه حتى في خط الهجوم، ويعمل ارتداد سريع في نص الملعب، يضم مع اليو مثلا، اليو ديانج او مروان عطيه، واللي انا بشوف برضو من اهم الصفقات وثبات مستواه على مدار كل المباريات سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي. لا فعلا اضافه لخط وسط النادي الاهلي، لكن تثبيت طريقه اللعب دي اهم حاجه اللي كان معتمد عليها مستر كولر. وحتى في التنظيم الدفاعي انا بشوف ان اتنين من اهم السرد باكات في افريقيا في قلب الدفاع النادي الاهلي، وده اللي منجح طريقه الراجل، هو ياسر ابراهيم وعبد المنعم، وربنا يشفيه طبعا رامي ربيعه ويرجع احسن من الاول، او مع وجود متولي لما الراجل بيستعين بيه. فحته التنظيم الدفاعي وتقارب الخطوط هو ده اللي بيدي افضليه للنادي الاهلي مع الحته الهجوميه، وان مفاتيح لعب النادي الاهلي دايما في تفوق، واهمهم طبعا حسين الشحات مع كهربا مع بيرسي تاو. دايما بتكلم على مفاتيح لعب النادي الاهلي، لما تبقى في حالتها هتشوف النادي الاهلي في احسن حاله. لا، لعبت مثل هذه المباريات كتير، بتشوف مباريات شمال افريقيا تحديدا، وتحديدا مباريات الفرق في المغرب او في تونس او حتى في الجزائر، الحقيقه طبعا كلها اعتقد بتبقى مباريات صعبه جدا. اكيد ده بيرجع حتى لو نبعد عن المستوى الفني وعن مستوى الضغط العصبي اللي بيبقى على اللعيبه، او الضغط اللي بيبقى من جماهير الخصم المنافس زي ما حضرتك قلت في الدول دي. اكيد ده يبقى وضع طبيعي بالنسبه للاعيب النادي الاهلي، وانه يتحمل الضغوط، ودي من اهمها. يعني كل الناس بتبقى متخوفه مثلا واحنا طالعين نلعب الرجاء بره، طالعين نلعب الترجي بره، طالعين نلعب اول الوداد حاجه يقول بره، لك الجمهور. الجمهور صحيح. والضغط. لكن طبيعي ان انت كلاعب النادي الاهلي تبقى متمرس على الموضوع ده بشكل كبير جدا، وده اللي حتى فارق مع لعيبه النادي الاهلي، ان هو بيتحملوا الضغوط تحت اي حتى تجمع جماهيري او لو في قاعده جماهيريه صحيح. بشكل كبير جدا. لا اللعيبه دلوقتي بقت متمرسه بشكل كبير جدا، عندهم خبرات كبيره جدا سواء على المستوى الفني او على مستوى الضغط الجماهيري عليهم. لا ده بيبان، وبان حتى في مباراه الرجاء الاخيره اللعيبه كانت بتلعب بكل اريحيه، مفيش ضغط عليهم جماهيري ولا اي حاجه. فاعتقد اللعيبه بقت متمرسه بشكل كبير جدا في الموضوع. اعتقد الترجي نفس الشكل او نفس ال يعني وانت بتلعب الترجي او بتلعب الرجاء، ها الرجاء فريق كبير جدا وفي افريقيا وكل حاجه، ولكن وانت بتلعب الرجاء او بتلعب الترجي هتلاقي نفس الشكل، نفس المشهد الجماهيري، نفس المشهد حتى في طريقه اللعب. اكيد نفس المشهد لو هنتكلم على الحته الجماهيريه، ملعب رادس برضو ده بيسبب ضغوط اكيد على لعيبه النادي، يعني الملعب والجماهير ده. يمكن احنا مع الجيل بتاعنا لعبنا كتير جدا الترجي في تونس، كانت ممكن يسبب كانت ما قبل هذا الجيل كانت عقده، او بيتقال ان هي عقده، لكن ترجي. في الجيل لكن بتاعنا بعد مننا احنا الحمد لله، يعني احنا حققنا بطولات كل كتير البطولات جدا، كنت اللي حتى عملناها كل هناك. قبل نهايه او نهايه بنلعب الترجي، ترجي والحمد صح، لله بنحقق او في مكسب المجموعه حتى. او في المجموعات برضو بنلعب الترجي، لكن الحمد لله كانت الافضليه دايما لينا. صحيح. فدي حاجة تطمن، حتى الجيل الحالي حقق مكاسب كتير جدا، وخصوصا لما تحقق 9 و10 كان هي افريقيا وانت حامل اللقب، دي بتديك ثقة كبيرة جدا على مستوى افريقيا.